العلاقات بين ايران والسعوديه تسير على طريق جيد والبلدان مصممان على دفع علاقاتهما الثنائيه على اساس المصالح المشتركه في المجالات المتفق عليها هناك ايضا وثائق قانونيه وبنيه تحتيه جيده للعلاقات الثنائيه بين البلدين وهناك خطه لتوسيع التعاون فيما يتعلق بشان الفلسطيني الاسرائيلي نفى كنعان الاتهامات بأن بلاده أمرت فصائل المقاومة بمهاجمة إسرائيل وذكر أن فصائل المقاومة في المنطقة لا تتلقى أوامر من إيران وتمثل دولها في الوقت نفسه انتقد كنعان تصرفات الولايات المتحدة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. أمريكا ننصح الحكومة الامريكية بدلا من القاء اللوم على الاخرين بانهاء سلوكها واعمالها المزعزعه للاستقرار في المنطقة، ووقف وانهاء دعمها لجرائم اسرائيل المجنونة ضد شعب غزة المضطهد. هذا وذكر كنعاني ان الهجمات الاسرائيلية ادت الى مقتل عدد من المستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا، وسترد ايران على ذلك. ايران ترد وسترد على اي هجوم على مصالح ايران في المنطقه لذلك لن يمر اي اجراء ضد ايران ومصالح ايران وامن ايران وقواتنا الاستشاريه في سوريا دون رد